هلو ماي ليبن شولر اون شولرين ده ارستن شوليارس. اهلا بكم طلابنا وطلباتنا الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي، وحلقه جديده من حلقات اللغه الالمانيه. تعالوا نكمل مع بعض لكسيون فير، وكانت بتتكلم عن مايني فونج. زي ما انتم عارفين كل يونت او كل لكسيون ليها عنوان او تايتل خاص بيها، بناء على التايتل ده بنبدا نحدد الليرنت سيلة اللي هنتعلمها من خلال اللكسيون. وطبعا الليرنت سيلة اللي هي الاهداف التعليميه اللي موجوده في كل يونت اللي سيادتك المفروض تكون حققتها معانا ووصلت لها. اول حاجه خدناها مع بعض شريط وده اللي خدناه المره اللي فاتت، داس ايست ماين فونونج، ديت شقتي، وتعرفنا مع بعض على كلمات الموبل، وتعرفنا مع بعض على كلمات كتير جوه الشقه. تاني حاجة هناخدها مع بعض النهاردة وهي شريط نمبر بي، جفالن اند ميس جفالن اوس دروكن. ازاي اعبر عن الحاجة دي واوصفها واقول ان الحاجة دي عجباني او مش عجباني. وشريط سي طبعا دي هناخدها المرة الجاية، بتتكلم عن الموبل اند الكترو جيغيتا بنينن، هنتعرف فيها عن بعض الاساسات اللي موجودة في المنزل والاجهزة الكهربائية. شريط دي بتتكلم عن فون اند سايجن فريشتين und erstellen، هتتكلم عن الإعلانات الخاصة بالشقق وإزاي إن أنا أطلب شقة من خلال إعلان قرأت عنه. شريط إيه؟ eine Zeitungs Artikel lesen، هتتعلم فيها معانا إزاي تقرأ أرتيكل، مقال موجود في الجريدة بيتكلم عن الشقق والفونشتيله سبريشن والاستايلات بتاعة الشقق. طبعا احنا لازم كل مره نراجع الليرنت سيل بتاعتنا، وهما فون في ليرنت سيل موجوده في كل كتيون، هنخلصهم ان شاء الله مع بعض. لاس اونس بيجينين هويتا شريط بي اوند جيفالن اوند ميس جيفالن اوس تروكن. دي فونون جيفالت مير زير جود، دي نقطه هنتكلم فيها في الشريط ديت. والنقطه الثانيه زي ايست فاكلش زير شون. لاس اونس بيجينين مايني فونونج داس هاوس اون دي فونج. طبعا انتوا عارفين طول ما احنا بنتعلم مع بعض دوتش سبراخه لازم يكون عندك حصيله لغويه. الفورد شاتس من اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها في اي لغه. كل ما يبقى عندك فورد شاتس كتير، كل ما يبقى عندك حصيله لغويه كتيره، هتعرف تكون جمل وهيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. وطبعا اتعلمنا مع بعض بصوره رئيسيه ان كل الفيرتر اللي موجودة عندي في الألماني لازم يكون ليها بشتمت أرتيكل خاص بيها، يعني أداة تعريف خاصة بيها. وقسمنا مع بعض في الحصص اللي فاتت أداة التعريف أو البشتمت أرتيكل لثلاث أنواع. أول نوع كان ديا وبقول عليه ماسكولين، التاني كان داس وبقول عليه نويترال، والتالت كان دي وبنقول عليه فيمينين. وبناء عليه بنحفظ الكلمة بالبشتمت أرتيكل بأداة التعريف دير داس اودر دي، لان ده اساس الجرامر اللي هبني عليه كل اللي جاي ان شاء الله. داس اونس بيجينين داس هاوس، دي اول كلمه مهمه، داس هاوس دي فونونج، دي فونونج. طبعا داس هاوس اللي هو البيت، ودي فونونج اللي هي الشقه اللي انا عايش فيها. داس فون تسيمر، هنبدا ناخد مع بعض اسماء الغرف ولميناهم مع بعض في سلايد واحدة، لأن مهم جدا جدا إنك تكون عارف أسماء الغرف بأداة التعريف. داس فون تسيمر، داس فون تسيمر، داس شلاف تسيمر، داس شلاف تسيمر، داس كيندر تسيمر، اون داس أربايت تسيمر. طبعا زي ما انت شايف انا كل الكلمات اللي اداة تعريفها داس، ليه؟ لوجود كلمة تسيمر في التزامنج زاتستس فورت اللي موجودة قدامك. دي كلمة مركبة بتتكون من جزئين فون وتسيمر، وده أصل فعل فونن. نفس الكلام شلاف تسيمر، وأصل الجزء الأولاني هو فيرب شلافن ينام. كيندر تسيمر وهي كلمة الكيندر وكلمة تسيمر، فبالتالي خدنا أداة تعريف الكلمة التانية اللي هي تسيمر، فكانت الكلمة المركبة على بعض داس كيندر تسيمر. داس أربايتس تسيمر، غرفة المكتب، برضو أربايتن ده فعل معناه يعمل، وقلنا أربايت سيمر غرفة المكتب. رايتر، أخدنا كلمات كمان اللي هي داس باد حمام، دي تويلت، دي كوشة، دي فلور، وقلنا فلور اللي هي طرقة أو المدخل بتاع البيت. دي بالكون، دي بالكون، دي تغاسة، دي تغاسة. بعد ما رجعنا مع بعض على كل الفيرتر اللي اخدناها مع بعض في شريط نمر
وراجعنا مع بعض فيها عليها في شريط نمر ب عشان نقدر نستخدمها مع بعض في اي ميني ديالوج او جيش بغيش، ولما نيجي نسمعها ما تبقاش غريبة علينا. هنسمع مع بعض الاوديو اللي موجود قدامنا دوت هيرن زي اند اورن زي داس جيش بغيش. طبعا انتوا عارفين ان كل الاوديوز دي موجودة عندنا في كتاب شريط انترناسيونال، وهتلاقيها موجودة في اخر الكتاب مكتوبة بالنص، يعني اللي بتسمعه هتلاقيه مكتوب. طب انت وظيفتك ايه؟ انك تعمل رونترلادن داونلود لكل الاوديوز الخاصه بكتاب شغيتي انترناسيونال من على الانترنت. وزي ما احنا متعودين لما نيجي نقرا او نسمع اي اوديو لازم نقرا الاول الكلمات اللي موجوده قدامنا او الجمل اللي موجوده، وخصوصا لما يكون يقول لك اورنين زي داس جيشبريش، يعني رتب الحوار اللي قدامك. تعالوا نقرا الاول مع بعض عشان ما نيجي نسمعه يبقى سهل عليا ان انا ارتبه. او دانكي Aber sie ist leider auch sehr teuer. بيقول له شكرا لكن هي غالية جدا. Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. الشقة عجباني جدا يا كورينا، وهي بالفعل جميلة جدا. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? ايه رأيك في الشقة بتاعتي؟ Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön. شقتي في هلسنكي ist nicht so schön. مش جميلة. aber sie ist billig. رخيصة. مطلوب مننا ان احنا hören sie zu. هنسمع الحاجة دي كويس وبعدين نعملها Ordnung نرتبها. lass uns das hören. Schritt B1. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön, aber sie ist billig. سمعنا مع بعض الجسبريش؟ عرفتوا ترتبوها ولا لأ؟ واتفقت معاك برضو من خلال الحصص اللي فاتت انك يكون جنب كراستك عشان لما يكون في عندنا اين ايبون او اين جسبريش زي ده نعرف نحله لوحدينا وبعدين نختبر نفسنا ونشوف حليناه ولا لأ. تعالوا نشوفه بالترتيب هيبقى شكله عامل ازاي. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön, aber sie ist billig. تعالوا نسمعه تاني بعد ما رتبناه ونشوف فعلا احنا رتبناه صح ولا لا. Schritt B1. Na? Wie gefällt dir meine Wohnung? Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön, aber sie ist billig. تمام. شفتوا بقى ازاي احنا رتبنا صح؟ يبقى احنا كده لما نقرا الديالوج الاول قبل ما نرتبه نيجي بعد كده نسمعه ونرتبه واحنا سامعينه هيفرق معانا كتير ان انا فاهم حتى معاني الكلمات وفاهم هو عايز ايه. فايتر فرجلايشن زي الاكسيون ديت هتديك حصيله لغويه في الادجكتيف في الصفات. هنتعلم صفات كتيره جدا هنوصف بيها الشقق او الحاجات اللي احنا واخدينها مع بعض. مهم جدا في الصفات انك تحفظ الصفه والجيجنتايل بتاعها، يعني الصفه وعكسها. طب انا الصفات دي هتفيدني في ايه؟ طبعا هتلاقيها موجوده في موضوع التكست ارفاسونج اللي بيجي لك في اول الامتحان. انت بيجي لك تسفاي تكست ارفاسونج، بيجي لك في الامتحان اتنين تكست بتقراهم وتحل عليهم اسئله، فتلاقي فيهم طبعا فورد شاتس كتيره وهتلاقي من ضمنها الادجكتيف اللي موجوده. حاجه كمان موضوع الشغايبن اللي بيجي لك في اخر الامتحان انك تكتب من 15 ل 20 كلمة هتلاقي من ضمنهم بعض الادجكتيف اللي موجودة واللي هنتعلمها مع بعض ويقول لك اكتب فيها جملة. تعالوا نتعلم مع بعض الصفات الجديدة. Das Haus ist neu. Haus ist neu. طبعا neu يعني جديد. تعالوا نشوف الجيجنتايل. Das Haus ist alt. Alt. Neu. جديد وقديم. Das Haus ist groß. Groß. شايفين كبير ازاي؟ Das Haus ist klein. Klein. صغير. يبقى انا عندي كغوس الجينجنتايل بتاعه هو كلاين. Das Haus ist billig. Billig طبعا billig يعني رخيص، واضح من شكله ان هو مش كويس فبنقول عليه رخيص لان شكله تعبان. طب نشوف الجينجنتايل بتاع billig. Das Haus ist teuer. teuer
teuer يعني غالي، واضح من فخامته انه هو غالي. Das Haus ist schön. Schön. Schön يعني جميل. Das Haus ist hässlich. Hässlich. Hässlich يعني قبيح. يبقى أنا لازم أتعلم الأدجكتيف وأتعلم الجيجنتايل بتاعها، الصفة وعكسها. Das Haus ist breit. Breit. واسع. Das Haus ist schmal. Schmal. Schmal بتيجي بمعنى ضيق أو حاجة طويلة شوية أو نحيفة. يبقى breit والجيجنتايل هو شمال. Das Haus ist hell. Das Haus ist hell. هل يعني منور ومضيء. Das Haus ist dunkel. Dunkel. Dunkel يعني مظلم. يبقى لازم نتعلم الادجكتيف ونتعلم الجيجنتايل الخاصة بالادجكتيف ديت. زي ما احنا شايفين دي كل الادجكتيف لازم نعرفها كويس. طبعا عندي schön يعني جميل، غوص كبير، طير غالي، شمال زي ما احنا شايفين نحيف، دونكل مظلم، هل يعني مضيء. راتت مال فو فوني إيش. هنقرا مع بعض دلوقتي اين جيش بغيش وهنشوف كده هو بيقول لك خمن انا ساكن فين. هيعرض عليك بعض الصور للبيوت وعايزين من خلال الوصف اللي هيوصفه تحدد انهي هاوس هو عايش فيه. فو فوني إيش هنا، او انا ساكن فين يا هنا. Mein Haus ist sehr schmal. يبقى دي أول صفة خاصة بالهاوس بتاعه إن هو sehr schmal. Es ist nicht teuer. هو مش غالي. Und es ist schön. وجميل. هنا تبدأ تسأله. Ist es hell؟ هو منور أو مضيء؟ Nein. Es ist dunkel. يبقى أنا لازم أجمع الأدجكتيف الخاصة بالهاوس عشان أحدد الهاوس الموجود أنهي واحد من الستة اللي شفناهم قبل كده. يبقى sehr schmal. Nicht teuer, schön und dunkel. Wohnst du in Haus 5? انت ساكن في البيت رقم 5؟ قال لها يا غشتش، وهو ده الوصف المطابق للهاوس نمبر 5 اللي هو sehr schmal, nicht teuer, schön und dunkel. Weiter. Vergleichen Sie. Das Haus ist nicht groß. Nicht groß يعني مش كبير. Und das Haus ist sehr alt. قديم. تعالوا نشوف الوصف التاني اللي بتلي جنبه. Das Haus ist nicht hässlich. Nicht hässlich يعني ليس قبيح. Das Haus ist sehr breit. واسع جدا. يبقى زي ما انا شايف كده قدامي، انا بدأنا نوصف الزوي هويزر وقلنا كل هاوس منهم المواصفات اللي موجودة فيها. لو لاحظت في الجملة الأولى انا استخدمت هنا النيجاتيون نيشت وقلت نيشت غوص. ولما حبيت أثبت الأدجكتيف قلت sehr alt يعني قديم جدا. يبقى تخلي بالك إن نشت دايما بنفي بيها صفة وزير بأكد على الصفة وبحددها إن هي أكتر من اللازم. يعني sehr alt، sehr bright قديم جدا أو واسع جدا. فايتر. أيني إيبونج. بعد ما شرحنا مع بعض وتعلمنا الأدجكتيف وشفنا إزاي بوصفهم سواء إن أنا بأكد على الصفة أو بنفيها، تعالوا نحل أينج إي بونجن على الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض. شغايبين زي دي زاتسة متنشت. هنا هنحاول نعمل للزاتسة ديت نيجاتيون. هننفيها. طب هننفيها بإيه؟ بنشت. نشت دي كلمة نفي. تعالوا نشوف زاتس مرأة. داس تسيمر إست كلاين. واحد بيقول لك إن الغرفة دي صغيرة. التاني رأيه إن هي مش صغيرة. يا ترى هيقول إيه؟ يبقى هنقول Das Zimmer ist nicht klein. Nicht klein. شايفين حطينا nicht فين؟ بعد الأدجكتيف، بعد الفيرب وقبل الأدجكتيف. تعالوا نشوف نمبر ب. اسبقني بالحل وحاول تقول قبلية وتشوف بعد كده أنت بتحل صح معايا ولا لأ. Die Wohnung ist nicht billig. مش رخيصة. Und sie ist nicht groß. ومش كبيرة. شايفين نفينا إزاي الأدجكتيف بنشت؟ كل اللي بنعمله الصف. دي موزيك است شين. الموسيقى جميلة. عايز استخدم النيجاتيون فورد نيشت في الجملة دي. يبقى هقول دي موزيك است نيشت شين. هتطبق القاعدة معانا زي ما اتفقنا هتلاقي نفسك بتحل صح. اورانجين زافت شميكت جوت. يبقى انا عايز اقول العكس النيجاتيون بتاعنا، يبقى اقول اورانجين زافت شميكت نيشت جوت. يعني عصير البرتقال ما بحبش طعمه.
Weiter. Noch ein Gespräch. محادثة تاني. Hören Sie. هنسمع مع بعض. طب اتعلمنا نعمل ايه؟ ايوه كده، برافو عليكم. اتعلمنا نقرا الاول الجمل قبل ما نسمعها عشان ما نيجي نسمعها تبقى سهله علينا. Wie gefällt Ihnen das Bad؟ زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك، واحد بيوري الناس اللي موجودين دول الشقه، فتح لهم الحمام وبيقول لهم Wie gefällt Ihnen das Bad؟ ايه رايكم في الحمام؟ Das Bad es ist sehr klein. يا ده الحمام ده صغير. Was das Bad ist doch nicht klein. الحمام مش صغير. Es ist groß. هو كبير. طبعا ده اعتراض من الكلام اللي بيتكلم عنه. تعالوا das ist hören. Das uns das hören. Schritt B. B3. Wie gefällt Ihnen das Bad? Das Bad. Es ist sehr klein. Was? Das Bad ist doch nicht klein. Es ist groß. زي ما سمعنا، wie gefällt Ihnen؟ ده سؤال مهم جدا، بعبر بيه عن الجفالن und miss gefallen. طبعا جفالن الحاجات اللي بتعجبني، يبقى wie gefällt Ihnen das Bad. مهم كل الفراجن اللي بتقابلك معانا في الحصة تسجلها عندك في كراستك وتعمل كده جزء منها مخصص بالأسئلة بس، هتلاقي نفسك في آخر الحصص مجمع كل الأسئلة المهمة اللي اتعلمناها مع بعض. Wie gefällt Ihnen das Bad؟ إيه رأيكم في الحمام؟ Das Bad es ist sehr klein. طبعا واضح ان الست مش عاجبها الحمام وبتقول له ده صغير جدا. هو طبعا مستغرب، بس das Bad ist doch nicht klein. يا فندم الحمام مش صغير. Es ist sehr groß. الحمام كبير. Weiter. هنكمل مع بعض بقيه الجسبريش. مكمل بعد كده، wie gefällt Ihnen die Küche؟ ايه رايك في المطبخ؟ زي ما احنا شايفين المطبخ قدامنا اهو. Die Küche sie ist sehr schmal. المطبخ دوت طويل او رفيع جدا. Was? Die Küche ist doch nicht schmal. Sie ist breit. عايز الفت نظركم لحاجه مهمه في الجشبريش. احنا غيرنا هناك من das Bad لدي Küche. لو لاحظت في الجشبريش اللي فاتت لما اتكلمنا عن das Bad استخدمنا بعد كده البرونومن اس عائد على das Bad. شايفين das Bad es ist sehr klein. es المقصود بيها das Bad. نفس الكلام هنا، das Bad ist doch nicht klein. es ist groß. es المقصود بيها das Bad. طب الديالوج اللي بعده كان بيتكلم عن die Küche المطبخ. تعالوا نشوف البرونومين اللي استخدمه بعد كده لكلمة die Küche، هو البرونومين sie. die Küche ist doch nicht schmal. sie ist breit. هو واسع. يبقى أنا لازم ألاحظ استخدام البشتمت أرتكل مع النومن، ولما أجي أعوض عنه ببرونومن، إيه البرونومن الخاص بكل بشتمت أرتكل؟ ويتر. Wie gefällt Ihnen der Balkon؟ إيه رأيكم في البلكونة؟ Der Balkon. ist sehr schön. ist sehr schön. Was? Der Balkon ist doch nicht schön. مش جميلة. ist breit. هي بس واسعة. شايفين R بعوض عنه بالكلمة اللي أداة تعريفها دير زي دير بالكون. خرجنا من الجشبريش اللي اتعلمناها مع بعض واللي قريناها دلوقتي، إن كل نومن في الألماني لازم يكون ليه أداة تعريف زي دير بالكون. وقلنا لما يكون قدام النومن اللي بشتمت أرتكل دير يبقى على طول أنا بقول عليه نوعه ماسكولين. داس تسيمر يبقى على طول نوعه نيترال. دي تغاسة على طول نوعه فيمينين. دي بالكونين ده البلورال اللي بيبقى موجود لما بعمل بلورال فورم لكل نومن اتعلمته قبل كده. نيجي بعد كده للبرونومن الضمير. اما احب اعوض عن اي نومن برجع الاول لأداة التعريف بتاعته كانت ايه. يعني عندي كلمة بالكون البشتمت ارتكل هو دير، فبناء عليه حطيت له البرونومن بتاع الاسم الماسكولين وهو اير. داس تسيمر ده نوعه نيترال وأداة تعريفه داس، فبالتالي هحط له البرونومين بتاع النيترال وهو اس. دي تغاسة الكلمة هنا أداة تعريفها دي، فبالتالي هحط لها البرونومين زي. نفس الكلام أنا اتعلمت إن أنا عندي اتنين دي في الألماني، واحدة فيمينين والتانية اسمها بلورال للجمع، فبالتالي هعوض عنها بزي بس زي بتاعت البلورال، لأن اتعلمت قبل كده في البرونومين لما أخدناها مع بعض الترم الأول إن أنا عندي في الألماني تلاتة زي.
أول زي معناها شي أو معناها هي أو عائدة على كل الكلمات اللي ده تعريفها دي الفنمين. تاني زي أخدناها مع بعض اللي هي معناها they، زي بلورال ودي اللي بعوض عن كل حاجة جمع بيها. وعندي كمان زي غوص اوعى تنسوها، دي اللي معناها حضرتك ودي اللي بستخدمها لما اكون بتكلم مع حد فيس تو فيس وبتعامل معاه بطريقه فورمال. فايتر ارجانسن زي ار اس اودر زي. تعالوا بقى نعمل ارجانسونج نكمل مع بعض بعد ما اتعلمنا كل البرونومن وتعلمنا اللي بشتمت ارتكل ورجعنا عليه. تعالوا نحل الايبونج ده. كل اللي عايزاه منك تحطي لي البرونومن ار او اس او زي. نمر 1 في جيفالت اينن دي فونونج. ايه رايك في الشقه؟ جوت اوند ايست بيليش. مين اللي ايست بيليش؟ اكيد انا بتكلم على دي فونونج، يبقى اكيد هنحط لها البرونومين زي. ليه؟ عشان الكلمه اداه تعريفها دي. نمر 2 في جيفالت اينن دي شتات. ايه رايك في المدينه؟ جوت اوند ايست زير شون. نفس الكلام، ارجع ابص على الكلمه اللي بشتمت ارتكل ايه هلاقي دي، فبالتالي هنحط البرونومين زي. نمر 3 في جيفالت اينن داس باد. طب ايه رايك في الحمام؟ جوت اوند ايست غروس. انا الكلمه عندي هنا داس باد، اللي بشتمت ارتكل هو داس، فبالتالي هنحط البرونومين. برافو عليكو اس. فايتر كمل حل بنفس النظام، احنا عايزين نحط ار اس ولا زي. زي ما اتعلمنا انا برجع للكلمه واشوف البشتمت ارتكل بتاعي كان ايه عشان بناء عليه احط البرونوم. شايفين الحل بيسبقنا ازاي؟ في شمكت اينن داس فلايش. داس فلايش يبقى على طول هنعوض عنه بالبرونومين اس. في جيفلت اينن دير بالكون. خلاص اتعلمنا وعرفنا ابص على البشتمت ارتكل بتاع النومين اللي هعوض عنه الاقيه هنا دير، يبقى على طول البرونومين هنا هيكون ار. يبقى زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، مجرد انك تكون حافظ الكلمه بدات تعرفها او مدرك معنى السؤال، فبالتالي هتحط صباعك على الكلمه اللي انت عايز تعوض عنها بالضمير وترجع لاداه تعرفها، وهتلاقي نفسك بتحطه بكل سهوله. يبقى تاني باكد عليك، لازم تحفظ كل النومين اللي اخدناها مع بعض بالبشتمت ارتكل. اي لغه لما نيجي نتعلمها في الاول بيبقى لازم اتعب شويه ان انا احفظ الكلمات كتير عشان انمي عندي اللغه والاقي نفسي واقف على ارض ثابته وبحل صح. فايتر جينا للجزئيه المهمه وهي الالتاك سيتواسيون. دايما بقول لك عن الالتاك سيتواسيون، هي دي الطريقه اللي بتعامل بيها بالالماني في الحاله الواقعيه، يعني في المواقف مع حد في الشارع، حد بيسالني او انا بسال حد، فبالتالي هعرف ارد اجاوب عليه. نمر 1 Du fragst nach dem Ort. انت بتسأل عن المكان. Was sagst du؟ مهم جدا تفهم الجزء الاولاني من السؤال عايز منك فيه ايه، والتاني كمان طالب منك ايه. الجزء الاولاني هنا بيقول لك Du fragst nach dem Ort. انت بتسأل عن المكان، يبقى على طول اوتوماتيكلي اختار ein Frage، سؤال. Was sagst du؟ بيأكد عليا هتقول ايه. Wo ist hier ein Bad؟ اين هنا حمام؟ ist hier auch ein Bad؟ هو هنا في حمام. يبقى انا هنا الاثنين بعبر بيهم عن ان انا بسال عن المكان. نمرة 2 jemand fragt nach dem Ort. حد بيسالك عن المكان. was antwortest du؟ هتجاوب تقول ايه. das Bad ist hier، الحمام هنا، او يا دورت، ايوه موجود هنا. يبقى تخلي بالك من الجزئيه الاولانيه، طالب منك فيها سؤال ولا طالب منك فيها اجابه. بايتر نمر 3 دو فراغس ناخ ديم جيفالن. انت بتسال عن حاجه عاجباك. باس داغس دو، هتقول ايه. في جيفالت اينن داس باد، ايه رايك في الحمام؟ شايفين الجيفالن يعني اعجاب، انت بتبدي اعجابك او بتسال حد عن اعجابه بالحاجه. السؤال ده كان السؤال الرئيسي عندنا في شريط نمر ب، ولازم نحفظه كويس. نمر 4 دو ميشتست ادفاس بيفارتن. انت عايز تقيم حاجة او توصف حاجة. بس زاجس دو، هتقول ايه. اخدنا كل الادجكتيفة وتعلمناها مع بعض، واخدنا الادجكتيف والجيجنتايل بتاعها والاوبزيت بتاعها، يبقى انت لازم تحفظهم عشان ما تيجي تعبر بيهم في جمل تعرف تستخدمهم. داس باد اس دوخ نيشت كلاين، الحمام مش صغير.
Meine Wohnung ist nicht so teuer. شقتي مش غالية. مهم جدا تذاكر وتحفظ الإجابات المتاحة عشان وارد يجيلك في الامتحان 5 اختيارات تختار منهم 2 بس صح. Weiter. بكده نكون خلصنا كل الأجزاء الخاصة بشريط نمبر بي في حصة النهاردة. وطبعا احنا ما بنسيبكوش غير لما نشوف مع بعض نواتج التعلم اللي خرجنا بيها من الحصة. ودي اللي بناء عليها أو بنحدد بناء على الأهداف نواتج التعلم. أول حاجة عملناها مع بعض هي كورتس فيدرهولونج، راجعنا مراجعة صغيرة على ميني فونونج، على كلمات ميني فونونج. تاني حاجة عملناها مع بعض سمعنا أين ديالوج هيرن، وكان بيتكلم عن في جيفيلت إين ميني فونونج، إيه رأيك في شقتي؟ تالت حاجة اتكلمنا فيها مع بعض هي النوي أدجكتيف، الصفات الجديدة، جروس، كلاين، شمال ولا بغايت، بيليش ولا طير، مهم جدا نحفظهم. نمبر 4 بيفيرتونج جيبن، ازاي ان انا اقول على حاجة دي ان هي حلوة جدا او مش كويسة، وده استخدمناه في جمل من خلال وجود زير قبل الادجكتيف وكمان وجود نيشت اللي بنفي بيها الصفة. اخدنا كمان جزئية الجراماتيك، امتى نحط ا، امتى نحط اس، وامتى نحط زي، وده طبعا اتفقنا مع بعض عليه ان لازم يكون عارف في دماغي اداة التعريف الخاصة بالكلمة عشان بناء عليه هعوض عنها بالبرونومن ار اس اودر زي. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, meine lieben Schüler und Schülerinnen. كان معكم فراو ولاء علي، وتمت مراجعة المادة العلمية من طرف فراو سلوى يحيى und فراو عزة نصار.